ألو، أنا بس بدي أقول لك إنه اليوم بالمحكمة أنا وعم بمضي معاملات طلاق حسيت حالي كذابة وزعلت كثير على ياسمين. مش الحق عليك، أنا ما كان لازم أقبل القضية بس قبلتها لأنتقم منك. حتى هيدا الشيء فشلت فيه، سمحت لك ترجع تفوت على حياتي. ترى أنا بحاجة شوية وقت لحالي، حاسس حالي ضايع ومشوش. مزبوط، انت يا اما مشوش كثير يا اما عم تلعب باللي حواليك. انا ما عدت اعرف. خبرتني ياسمين انكم قبل بكم يوم كنتوا رايقين مع بعض، وانك اعتلت همها كثير لما عرفت عن شغلها. ياسمين هيك قالت لك؟ عجبتك الخبريه ما هيك؟ المشكلة إنه عندك كل الأسباب لحتى أكرهك وما عم بقدر. باي. مرحبا. بعتذر انا جيت بلا ما تلفن. مين دلك على البيت؟ بيك ما خبرك؟ رحت لعنده ودلني على البيت. سوري، في يفوت ولا ضلني برا؟ خير، شو بدك؟ للصراحة أنا جاي أحكي معك بموضوع المشكل اللي صار بينك وبين ياسمين تحت بيتي. انت فاهم الموضوع غلط، ما في شيء بيني وبين ياسمين. هي اجت لعندي على البيت. بيني وبين مرتي ما تتدخل. قصدك طليقتك؟ اطلع لبرا. روق وخلينا نحكي، نحن اثنين ناضجين وبنعرف نحكي بهدوء. عم اقول لك اطلع لبرا. على فكره انا شفت فيديوهاتك على الانترنت، سمعته، حبيت كثير الحكي، بس شكله حكي شيء والحقيقه شيء ثاني. انت جاي تبهدلني ببيتي؟ اطلع لبرا. اطلع لبرا. نزل ايدك وما تغلط معي بالحكي. عم اقول لك كنت فكرك اوعى من هيك، بس الهيئه معها حق ياسمين تعمل معك هيك وتطلعك. معها حق.